السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت صينيه بطاطا كده، حاجه جميله جدا تستاهل بقكم. لو حابين تشوفوا الطريقه الجميله دي تابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حابه اقول لكم لو عندكم بطاطا صغيره ان شاء الله تعملوا بيها صنف جميل جدا، صنف حلو حلو جدا ان شاء الله، بحاجات بسيطة جدا. طبعا البطاطا اللي هي مثلا بنبقى مشترين بطاطا، بتبقى جايبينها مثلا شكارة بطاطا بيتبقى منها مثلا ايه البطاطا اللي هي الصغيرة، بنحتار ان احنا نعملها ايه. هقول لكم ازاي ان احنا نعمل بيها صنف في منتهى الجمال، يعني حاجة كده جميلة ان شاء الله. اولا معايا كمية البطاطا اللي انا عايزاها او اللي هي متوفرة عندي، تمام، بمسكها بغسلها كويس، اهم شيء ان هي تتسلق الاول وهي بقشرها، تمام. بعد ما بنسلقها بنشطفها كويس من الميه اللي عليها، مطرح ميه السلق بتاعتها، وبنقشرها بالشكل ده كده اهوت. بتبقى معايا البطاطا بتبقى طبعا بالشكل الجميل ده كده، نظيفه طبعا ما فيهاش اي قشر خالص، تمام. المكونات بقى معايا لتر من اللبن، معايا يعني حوالي معلقه من الزبده كده اهوت، تمام، كوبايه سكر، معايا كوبايه دقيق، ومعايا كمان نص كوبايه كده من جوز الهند الناعم، ممكن نستغنى عنه خالص، مفيش ادنى مشكله، ممكن لو مش متواجد عادي جدا، هتبقى بردك صينيه البطاطا هي لوحدها طعمها في منتهى الجمال ان شاء الله. في اول حاجه هنهرس البطاطا بتاعتنا، بسم الله. ممكن اهرسها باي حاجه عندي، بكوبايه، اهم شيء ان هي ننعمها كويس جدا بالمنظر الجميل ده كده. هنبدا دلوقتي نعمل البشاميل بتاعنا، هنعمله بطريقه جميله جدا برضك، غير ما احنا بنقعد نحمر الدقيق في سمنه او في زيت او في زبده، لا، هنعمل كل حاجه ان شاء الله بطريقه سهله جميله جدا ان شاء الله. طبعا يا حبايبي كده خلاص البطاطا معايا بقت بالشكل ده كده، نعمت جدا معايا. اضيف جوز الهند على البطاطا بتاعتي واقلبها كويس جدا. طبعا جوز الهند بيديله بس طعم زياده، انما حتى لو احنا ما حطيناهوش بيبقى طعمه جميل برضك، ما بيأثرش في حاجه خالص. طبعا كده يا حبايبي بعد ما ضفت جوز الهند معايا للبطاطا بقى بالمنظر الجميل ده كده زي ما شايفين. دلوقتي نعمل البشاميل بتاعنا بطريقة خفيفة ان شاء الله. هفضي اللبن بتاعي، بسم الله، هفضي عليه الدقيق والسكر، كوباية دقيق وكوباية السكر ومعلقة الزبدة، ممكن كمان نستغنى عن الزبدة خالص، مفيش ادنى مشكلة خالص. هنخلط البشاميل بتاعي معايا حبايبي في حله على النار كده، هبدا انزل بالبشاميل بتاعي، خليط البشاميل بتاعي كده، طبعا هو كده مخلوط تماما، وببدا اقلب في البشاميل، ما اشيلش ايديا خالص منه لان هو دلوقتي انا بسويه على النار. طبعا حبايبي البشاميل بتاعي تقل معايا بالشكل ده كده، طبعا كده خلاص هبدا ان انا اطفي على البشاميل. معايا البشاميل بتاعي كده يا حبايبي، هبدا اخد شويه بس من البشاميل وهبدا ان انا احط في الصينيه كده، في ارضيه الصينيه ابطنها، ومعايا هاخد شويه من البشاميل هحطهم معايا على البطاطا واقلبها كويس جدا، وهخلي شويه من البشاميل احطهم على وش الصينيه، فضي شويه كده، وهخلي شويه بس احطهم على الوش. دلوقتي هبدا اقلب كل البشاميل معايا مع البطاطا كويس جدا. طبعا هدخل البشاميل كويس جدا مع البطاطا وفي قلب البطاطا كده، عشان طبعا يخلي لي البطاطا طعمها جميل جدا، عشان يبقى معايا البطاطا جواها بشاميل وتحتيها بشاميل وفوقيها كمان طبقه جميله من البشاميل، يعني تبقى غنيه جدا بالطعم الجميل للبشاميل.
طبعا نقلب كويس جدا، اهم شيء ان احنا ندمجها كويس جدا. طبعا يا حبايبي البطاطا معايا بقت كده تمام، بعد ما قلبتها كويس جدا مع البشاميل هبدا ان انا افضيها في قلب الصينيه. خلاص حطيت البطاطا بتاعتي في الصينيه كده، احاول ان انا بساوي الوش بتاعها كويس. احاول اظبطها. طبعا معايا صينية البطاطا بقت كده، هبدأ ان انا انزل بالبشاميل بتاعي على الوش. طبعا حبايبي معايا طبقة البشاميل بتاعتي كده، ببدأ اسويها على وش الصينية كويس جدا، لان طبعا هي ديت اللي هتتحمر وهتدينا الشكل النهائي لصينية البطاطا الجميلة بتاعتنا. طبعا بالشكل ده كده حبايبي. معايا الفرن بتاعي انا مولعاه، همسح طبعا صينية البطاطا بتاعتي الاول. عشان طبعا ده كله لو دخلنا الصينية كده على الحروف بتاعتها في بشاميل هتتحرق معانا وهتخلي وهتقلقنا على صينية البطاطا وهي لسه ما استوتش كمان، فلازم ان احنا نراعي ان احنا نمسح كويس جدا الحروف بتاعت الصينية. تمام كده. هدخل الصينية بتاعتي حبايبي الفرن وهشوفها كده برضك، يعني طبعا هي هتتحمر معايا، ممكن اطفي عليها من تحت واشغل عليها الشواية من فوق. تابعوا معايا حبايبي كده. حبايبي بسم الله ما شاء الله صينية البطاطا طلعت من الفرن، انا ما شغلتش عليها الشواية خالص، خدت اللون الجميل ده كده معايا. وهنقطع حتة علشان نشوفها مع بعضنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نقطع كده قطعة ونطلعها. طبعا حبايبي اهي بسم الله ما شاء الله، طبعا شايفين معايا بالشكل ده كده، حاجة كده جميلة جدا. شايفين الجمال، شايفين طبعا البشاميل اللي معايا بسم الله ما شاء الله واخد لون جميل جدا. اتمنى حبايبي لو الطريقة عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك وسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.